اخونا الله يرحمه الكبير محمد، يعني ما طلع من السودان طلع عشان يعني يساعدنا الله يدي العافية، فحاول والحمد لله يعني، ولحد ما وصلنا فرنسا وهو توفى يعني في الحادث بتاع القطر. توفى الله يرحمه سنة 2005. إن شاء الله حواصل في المشوار ده وحقق لها لأي حاجة. يعني من طلعت من السودان كانوا من التلول إن يعني أحصل فرنسا هنا وأشوف قبر أخوي. طبعا اسمه محمد الشيخ دريس. محمد الشيخ دريس عركي أحمد. هو ذاته. الحمد لله. ربنا يتولاهم برحمة. اللهم آمين. إن شاء الله يكونوا سعيدين كمان بزيارتنا. الله إن شاء الله إن شاء الله. القصة بتاعت أخوي دي إنها تابعة تابعة إجراءاتها كلها، أشوف الإجراءات كلها بتاعته بتاعت نقله إلى السودان وبرنامج ده كله. أسبوع كده 10 أيام حصلنا على الأرقام وشوية شوية شفنا الحاصل كويس، قدرنا يعني وصلنا على أصحابه لقيناهم في نفس المدينة دي أورليا قاعدين، حتى البريطانيين لما جيت استقروا فيها بأسرهم ما شاء الله. أنا خليهم ما أسمعهم كلام شباب والله العظيم، ما قصر معنا ومشينا ورونا محل غابور ما قصر والله، ربنا يديهم العافية. الشباب جماعتنا زي السودانيين اللي معانا هنا اخترتهم انه عندنا كده جسمان كده 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 توفوا 2005 وحاليا طلعوا من الغبور وعاوزين نسافرهم السودان، هم يعني ما عندهم مشكلة انه نساعدوا. طيب يا صديق هو المبلغ كبير طبعا، فطيب نحن من جانبنا حنعمل حملة تبرعات، نحاول نستنفر كل الناس في أورليون أو في باريس، حتى ممكن نتصل على السفارة السودانية. كان لازم يعني أنا أشوفه هنا قبل ما أنا أفكر أن أمشي جو الإنجليز، فإنجلترا هنا يعني بريطانيا هنا يعني الشغل فيها سهل يعني ما زي أوروبا. حاجة مهمة اللي بالنسبة لي يعني نفسيا يعني أنا والله يكون عندي يعني مشروع أقدر أعمل لنا قروش كويسة أساعد بها أهلي. ماني يعني الناس كلها بتفكر في القروش. ان شاء الله تبقى جميل يعني والحياة الجديدة لنا، ودي نحشو للسودان ان شاء الله. البحر ده ما حاجة صغيرة يعني كل 40 كيلو ما حاجة بتخوف يعني. الأول إنجلترا ناس كثيرة بتلقاها في كاري يعني، في ناس بتحاول عبر البحر
في ناس بيحاولوا عبر الشاحنات. عندك تريننج نظيفة هديتها تريننج نظيفة ليش شهر ما غسلت انا؟ مو مش هديتها بجيك انا نفس التريننج شهر متى ما زال؟ بعد برين بعد برين اسامي صبره انا اشي قاعد في الكاس تقعد اللي جاي تلاقي ورا مش مسمع في سمين كده تلاقي يجي ورا جاري ورا شفت تلاقي طالع يجي رجعت منه المتح المسمع لفه واصلني مرتين وقلت سلام لك مرتين ما تضرب انت خليك تضبط ذا جريت ورا حب بقي ده شفت تلاقي يجي راجع تاع المسمع شنو خرب انت اللاية الله المسمع سيد 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 اللاية اللاية وين ما جرت تقدمه بطل غنمني كان قاعد تصني ورجلي الخيره كمل خيره تاع الشحنه بطل عادي مهتم بك كيف انا وظبط لك امورك كلماتك وعذبني بقيت لي في رقبتي انا بشير منه جديد اخوي كان اخو الاكبر منه طبعا يعني واجب علي اني احميه لازم يعني ارجو الحاصل كن بجنبه راعي له الرجال أنا بيشتغلوا وبيطلعوا بيساعدوا أهاليهم وسرهم تعستع في البلد ومشاكل وجوطة وغلاء بتاع الجاز بتاع تيشي فمن بعد المشاكل السياسية والرنام الطويل يعني خلتنا جينا البلد دي أهد إنساني لا تقول للناس كانوا في ماضينا واللي بحق الريد هالنقص فينا خلي التحيات ولا يوم بعد مرور 40 سنوات لم تدرك الثورة الشعبية في السودان مبتغاها بعد إذ لا يزال البول شاسعا بين الواقع السياسي المتأزم وتطلعات المواطنين نحو حياة تسود فيها قيم الحرية والسلام والعدالة. عباس مطلع روحنا يعني ما في نوم ما في راحة محاولات خيمة يا عباس في شارع الخيم ثاني ركب الخيمة طلع الخيمة الأكل صف الموية صف الشاي صف يعني حالة صعبة الناس تمشي تكانس تيجي تعبان في الساعة 6 صباح الساعة 7 صباح ثاني يجي راجع فيه ياريت تعب شديد ما في راحة شديدة ناس تعبان الناس لها سنة الناس لهم 5 شهور الناس لهم 6 شهور يعني بقيت مرحلتين صعبات يعني كالي وليبيا بدأ قد تكون مرحلة كالي بدأت لو تصل انجلترا يعني. Look, look, look.
سبعة دي ولا ثمانية دي الليلة. انت ما في تشانس؟ نو نو تشانس. ليه؟ كبار تشانس بيج. اه يا يمه جوالكم فين انتم؟ ممشى. طيبين ما عندكم عوايا؟ الحمد لله. اي والله انتقال الحق لنا قريبا للعشرين. العالية بساعة قريبة 15. انتم عالية بالكترابة مليت السودان مليت اوروبا مليت مصر مليت تركيا مليت اي حتة. قمت على ليبيا مليتوها. فارت والله في الناس ما دايرة تطفي هذه اشرب فيها. اللهم امين. يلا دي خلاص والله بطارت دي خلاص. فيها 29 دايرة كم؟ نفجر بها. يلا حق قدام وسلم. سلم على الجماعة. طبعا ده الوالد ده الدراع يا ابوي وطبعا دي الوالدة ده طبعا اخونا المرحوم الله يرحمه كله دي ثاني النادي على قدر ما يفرح على قدر ما يحزن تاني الحمد لله يعني ده نقول ده المطلوب اثباتهم حصلنا شفنا ربنا يعني دي برا كانت يعني خطوة كبيرة بالنسبة لنا يعني ما علي انا برضه يعني الوالد والوالده وجميع العائله في السودان يعني كانت بالنسبه لي يعني حقنا النص الثاني اهو شغالين ان شاء الله ربنا يحققه. بالنسبه للشانسات في تعب كالي طبعا في ناس كان بيمشوا به هو يعني مركب يعني مطاطي يعني واصل الرياضي كده تعب حيرة صغيرة فبيشيل ثلاثة نفر بالمجاديف يعني ففكرنا يعني نشوف القصة دي كيف. اسمع امشي بحاري وكمل هدو السيارة ارقدهم شوف بهنا قدام مش قدام هناك ترقد الشجرة ذاك شايفينه؟ ايه نقربت له اخش من هناك وامشي بورا حسين قدمنا جماعة طبعا ركوا خشوا في مويه مويه طيبة لا تتحرك Oh.
قلب بين المركب والكوريك قام قد القمة. الهواء نزل منا وبقينا بنقدف بنقدف وشايلين ديل في بعض لحد ما حصلنا. الحمد لله أمورنا الحمد لله. ماشيين 3 ساعات البحر جو جينا في 3 ساعات ونص. طبعا لابسين السدر بتاعت النجدي خطيته على ظهري وجيت ماشي بيه. هو وقت بنسبح ناخد راحة ريست 5 minutes نكون ماسكين في بعض. لكن والله جيت وخفت عليه خوف شديد يعني. أنا ذا راسي ده ما كويس. أنا حارس أمي وجينا تحت نظام الأمهات يا حسن. كنا نصب زايا دور بدر. بكون زهجان كده حاسس بنفسي هنا بفتح الماب ده بشوف المغابر دي شويه زول برتاح يعني نفسيا كده. ونجيت هنا والله العظيم اني برا انا شايفه بالدنيا كلها. ان شاء الله واقدر كده اودي نحش السودان ان شاء الله. الكشي انا ما اعرف اغرف الليل. ألفين محاولة؟ لا لا 200 ما 2000 200 205 ميبي 200 محاولة. صعبة يعني حاولت كثير والله من السيتي سنتر أوشان حاولت وشانسين الصينية والمينا ومحل القطر وهازبروك أزبرغ بلجيم كله بولون محاولات فاشلة. yeah. الأفغان يعني شغلوا كويسة معهم لأنهم أصلا ماسكين البحر عندهم قروش بعين إنهم قروش ما زي يعني إحنا السودانيين ده مفلسين نوم ماني نايم سينو الناس أمورهم طيبة يعني في ناس بدون جيفهم ناس فغرة أمك والله راح ينتهر بس كده راجع الله. الأشياء ما هم مهلا.
بعد حصلت دوفر هنا يعني مو مصدق اني يعني الشغله دي. طيب حقيقه ما حقيقه يعني يومين ثلاثه يعني انا شو مصدق يعني انا اخذتني الشرطه وفي 24 ساعه حبسوني اخذوا مني معلوماتي اسمي وساكن وين وسبب جيتي. طبعا انا وزعوني هنا في مدينه شيفيلد في فندق هنا طبعا بدو غرفه وكذا وبتاع. ما زعما الله كثير هذا ولي يا شايف الليله الجو منكم مسخن الله في السودان الله يبارك تقي الله ما حد تقعد فيها ما فرما جيت ضايع الفندق وزاد جيت قعدت كده وزي خمس دقائق وفو جيت مكبر جاب انا زاد ما جيت ذا هنا ما في ناس ما في فرد ما في اي حاجه يعني بسيطين يعني ما بي ايه ذول يعني بغرفته في غرفته ما فاضي ما قاعد يجي للثاني يعني الا ده اللي هو غرق. وصلت مع تيتو طبعا تيتو كان قاعد في شمال انجلند. بعد فتره كده تيتو طلع لي بيت بتاع لجو اللي هو من الفندق بوتيك بيت منزل مشترك تقعد فيه يعني. فبعد زمن طويل يعني ان شاء الله بعدها شفت تيتو حمش لي في البيت اشتقت له يعني زمن يعني ما شفته. لا هو ده الغرفه صح دي الغرفه يعني دي الغرفه ايوه ما شاء الله الامور طيبه يا معلم ان شاء الله عقبالك كده طلعوك يا الله ان شاء الله ده سريري جاي الاوتيل ده لا طيب بيت بيتك يا ابو زعبي يا معقول يا ما قصرت والله حبيبي يا الامور شنو الكل جينا كيف مشيت قدمت وعدت كل ده لابد منه والله بمشي طوال يا هم اللي بمشي هناك الله ما شاء الله طيب يا اخو جاي بالضبط يا اخو الهوتيل تعب لا لكن تعبانين لكن بني لا لا بعد دوق اللغامه بدوق شغل تعبان يعني بعد تحصل على الاوراق دي اي حد تعملها تشتري عربيه يعني بتشتغل تطلع رخصه الله ان شاء الله بس منتظرين الاوراق دي باذن احنا ان شاء الله ربنا يسهل لنا ان شاء الله ان شاء الله سهل الشباب كلهم ان شاء الله لكن هسه صعب زول يقدر يشتغل يعني انت الله يضيفتها ضبايا يا مو البلد دي مو البلد دي البلد دي ما صعبة الله يهمها والله كلنا ما انتهينا يا تحتي بنية بس بنية بس دق التكت ده اخويا يا زول تعال تعال يا زول تعال يا دي معايا انت دي المره الثانيه احنا دي الثالثه طيب قول والله حرام قول ان شاء الله الله يفضل الله يسعدك ان شاء الله الله يفضل يعني هم من جيت فرنسا وخشيت هنا بريطانيا شوف اجراءات اخوي كيف ورجعوا كيف نفس الكلام يعني بقى شفت اوراق وبدات في الاجراءات يا هو اها انت يا محمد يوسف شايفين الاحسن شنو يا محمد يوسف شاهد انا والله اريح حاجه بس بزعل في الاوراق دي ودار ارموها لكم في عيب بكون انت ده كله غرض دي بس تتصرفوا انتوا بفهمكم والله انتوا رايكم شنو؟ انا بين البينين ما بكذب عليك انا بين انه ارسل الجثمان أرسل الجثمان السودان لكن خايفه يعمل ضجة في السودان هسه يفتح جرح قديم في السودان شفت كيف؟ ما قلنا احنا يا زول لا لا نتفادى دي نتفادى يا محمد يوسف
وبمعرفتكم انتوا هناك ذات البرنامج يكون هناك بفهمكم انتوا بس انا طلعوني من الموضوع لكن هنا كونوا انا من هنا دي لحد ما امشوا دي ابشر والله يجي معكم انا اللي فحم لكن بعد ما يحصلوا محمد يوسف انا بطلع من البرنامج ده لك الله بس لا ان شاء الله آه. تمام ان شاء الله بس ظبط الامور انت وشنو عملوا لي كونتاك انا بس في النهايه كده بعدين الشباب ما قصروا والله يساعدونا كان ماديا ومعنويا غايته ما قصروا يعني ساعدوا كثير ما واجب اني خلاص واجب زيك خلاص طب يوم مارب السودانيون عالقون في بيوتهم أو في آخر مكان كانوا فيه قبل أن يتفجر الوضع ليحول الخرطوم إلى ساحة حرب مفتوحة. القتلى في صفوف المدنيين بالمئات يستعصي الحصول على أعداد رسمية دقيقة في ظل صعوبة التنقل والاتصالات. حالياً مع وضع الحرب في السودان الحاضري وضع كما هو ماشي يوم في يوم سيء على الثاني ونظر الله السلام عشان أساعد بها أهلي أو كذا يعني حاجة اللي ماني شديد إنه زول يعني قاعد هنا وما قادر يساعد أهله وكذا يعني يعني والمأساة الكبيرة يعني بالنسبة لنا شخصياً كده يعني فهي إنه كان حيرجع من الشهر ده لكن حرب يعني ما قادر أتصرف مكتوف ليدي ما في يدي حاجة مستوى لدرجة كده يعني الله ما أقدر أوصفها كيف أنا أكل غريب جدا يعني وأنت قاعد مع أهلك وبتاع مواصل حياتك وفجأة كده تقدر تهاجر وبعد تهاجر ده يعني بعد نزلت المال والقروش والحياة دي الظل فجأة كده في يوم كده بعد عمري مش جو بنسى فكر بس يعني كون وسطهل يعني فدي الحالة أنا بحلم بها أكون مع أهلي بس أكون في بلدي زمان نحن ساعد كنا صغار طبعا اخوي ده مرق عشان نكافح يعني عشان من اجلنا احنا واصل يعني من اجل العائله من اجل نفسي من اجل حاجات كثيره فبتذكر يعني كلامه لحد الان يعني طلع عشان يساعدنا و غير لنا الوضع اللي كنا احنا عايشين فيه مهم كلامه ده يعني شنو يعني في راسي لحد الان يعني خدت كقاعدة يعني نمشي بها في الحياة بالنسبة لأخوي يعني أوت أبوت ولا جسمان بتاع أخوي ده يعني كونه يرجع السودان دي يعني دينا حاجة يعني ما حقدر أتنازل منها في السودان والإجراءات واقفة والبرنامج ده يعني ما هقف لحد ما يرجع إن شاء الله السودان.
انا ما شيء ليش شنو بابي كمان كمان ولا شو بغل كمان كمان هذا شيء لان كل انا جان يا قاعد صراخ مين بتاع واش مين خلي كل بس ما عمله كاش شي ساعه دیگه بود ما بنم بو کانال میری خالی بکنیم خالی نکنیم سیگار نه سیگار نه دو سیگار زالا دی مورا دین دین دی بتو کلی انا اوی استنس نا 4 سال Alright, let's go.